السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد الوصفه، كيف هي خفيفه يعني. غادي نستخدم فيها هاد الاخر لاباط فيلو. هنايا ما نحيد النجمه باسكو وجهي كنيبان. دونك هادي لاباط مليحه بزاف بزاف، دير نورمالمون 70 ميل بصح. يعني ما شاء الله كنت درت بها البسطيله ديجا، وبقى لي شويه لوز، دونك قلت ندير بها كما شفتوا هذوك البقلاوه هكا صغيره بطريقه جديده، يعني كما سيجار كما جون هكا. دونك اول حاجه راني موجده هنايا اللوز، قلت لكم كان باقي لي، خلطته مع شويه قوقاو مهرمش شويه. عندي ما زهر والزبده دايبه باش نمسح به دوك الورقه تاع لاباتا فيلو، عجينة الفيلو، وندور. ونحتاج تاني اني موجده هنايا كل سوا يكون عندكم عود هكا اللي توتيليزيوه، ولا انني غادي نوتيليزي دوك تشوفوا نتاع الشوا اللي نشويو فيه اللي نديرو فيه الكبده. دونك لي بروشيت اون جينيرال. دونك هنايا نحل قبل الورقه تاع الفيلو. هنايا انا استخدمت غير ثلاثه تاع لي رونجي دوك تشوفوا، باسكو اللوز ما قد غير اللي كان عندي ودرت به ذا الفكره هذا ما كان. ودرت فيه هنايا درت معلقه كبيره تاع السكر على حسب كميه، يعني ما عنديش كميه بزاف، درت معلقه تاع السكر وزدت فيه خاصك معلقه كبيره ثاني تاع ما زهر. هنا ودي درت ثلاثه هادو صغار. نديرو السكر علاش خير من العسل؟ باسكو كي يدخل للفور العسل يتكاراميليزا كلي ويولي قاصح، بصح السكر غيدوب يولي يطلق لنا هذاك العسل كلي الداخل. فوالا، دونك اولا ندير الزبده كما كتشوفوا طويتها هنا على زوج، هنا غلطت نورمالمون دوك تشوفوا انه صحح الغلطه تاعي. هنا ولدي كان يبكي، كان داير حاله بالبكاء، حبست وعاود. راه طليتها كامل بالزبده. هنا كي جيت ندخل ندير هذاك العود، فوالا هذا تاع الشوا ولا لوحه هكا، مهم تكون رقي. وقال لي باش غير نتحيوها ونعاود بعديها تشوفوا كيفاش نجبدو. فوالا، وهنا ندير نعمر هكا نعمر باللوز ولا بالقوقعه كيما قلت لكم. عندكم مكسرات واحده اخرى اللي كانت عندكم تقدروا ديروها. ونبداو نلفو. فوالا، هنا نبداو نلفو كيما قلت لكم، ما تسكتوش مع الجناب، من بعدها كي نكمشو كلي عاود دونك هنا كيروليت نحس نسي نكمش هكذا كما كنت تشوفوا. نجبد هذاك الاخر مشات. مهم ندهنوا الصينيه تاعنا تاني بالزبده ونديروا داك الحربوش اللي درناه في وسطها، نكمش نزيدو ندهنوه من الفوق حتى هو بالزبده. دونك عاودت الزوجه خرجت لي هذيك الكميه اللي كانت باغي دايرت لي ثلاثه تاع الورقات تاع الفيلو. فوالا، وهنا تقصوها قبل ما تحيوها في الفور. تقصوها وتتحيوها تتحمر من التحت ومن الفوق، كي تخرجوها تعسلوها وهي سخونه
العسل تاعكم يكون نورمال بارد، وتعسلوها كما كتشوفوا هنايا وزوقوها باش ما بغيتوا، سواء يكون عندكم لوز واحد اخر ولا باقي لكم ولا، وديروا. انا درت هنايا هذا كاوكاو بلي كولا، هذاك تاع لي كولا بذوق الفستق. فوالا النتيجة النهائية، يعني بو خفيف، حاجة خفيفة و بريزونطابل. المهم الورقة تاع الفيلو تكون نوعية مليحة، يعني باش تخرج لكم غاية، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وإلى الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.